السلام عليكم مرة أخرى. اللهم صل وسلم عليك يا رسول الله. نهاركم زين ومبروك. معكم محمد آدم في قناة محمد آدم صلى الله عليه رسول الله. هذا واحد يبيع طوموبيلات مستعملة خاوتي، بصح ما تروح لأفريقيا. هذا طوموبيلات كانوا بكري يتمدوا في الجرنان، هاك فاهمين؟ أيا دوكا راهم كيما هذه خاوتي 650 أورو، 1.6 لتر إيسونس 209000 سنة 2000، 650 أورو. هاي تليفون غالي عليها. هذه خاوتي تروح للجزائر ولا لأفريقيا. كاين بلدان اللي عندهم نقص 20 سنة وعندهم تروح. هذه راك تشوفوا فيها 1400 أورو، فورد فوكيوس 2004، ماشية 270000، 1.8 لتر ديازل كما راكم تشوفوا. وكاينه هذه تاني الله يبارك 1500 اورو، 1500 اورو خاوتي، على بالك حب يقول 30 مليون جزائريه. وهذيك ماشيه 568000 2002. شوف والله غير هذو يمشوا في المانيا. سمحوا لي خاوتي، هذو لك تشوفوا فيهم يمشوا في المانيا خاوتي، هم دايرين لهم الكونترول تكنيك وكاع، ماشي تاع افريقيا هذو. لا سمحوا لي، يروحوا للجزائر ويروح ما يروحوش الجزائر، استغفر الله، دوروا بهم هنا في المانيا عادي. هذه 1000 اورو خوتي، ايفون يدير 2000 اورو، هذه يدير 1000 اورو، 20 مليون جزائريه. كونترول تكنيك حتى 2025، هذه ماشي 300000 2001، وفيها الكارونتي وفيها الكارونتي وفيها كلش. وهذه اخرى الزينه، هذه 500 اورو والدور في المانيا خوتي، هاي مكتوبه غارانتي، وقال لي اقرا المانيه هذيك باش ما يقولش راه يكذب علينا ولا. 500 اورو ثاني شابه هايله. وكاينه هذه ثاني، هذه 1250، 25 مليون اورو، فورد فيه 2005، 1.3 لتر بنزين. ها المهم خوتي راح يدهش. وهذا السيد يبيع بزاف لي بياس، هنا جاي في فريزنهايم يبيع لي بياس، عنده طوموبيلات ويبيع الخردة ويبيع طوموبيلات شوية شوية كما هكذاك تشوفوا، ويبيعوا ثاني لي بياس المستعملين. المهم صلى على رسول الله، ضرب الله كتاعم خوك، وإن شاء الله ربي يرزقك الحلال. أنا مع الأول كنت حاسب هذو خوتي ما يروحوش ال كما هذا، خوتي كاتبين تيف أبغي لافت. ها شوف تيف ابغي لافت معناتها مات تيف، معناتها تحب تشريها تروح دير لها كونترول تكنيك وحدك. وكيما هذه كاين اللي كاتب كيما هذه اون كارونتي، معناتها بلا كارونتي، يبيع حالك وبلا كارونتي بلا والو ديازل. وكاين كيما هذه ثاني بلا كارونتي خاوتي، كاع بلا كارونتي خاوتي. بصح شنو كيما هذه هاليك الكونترول تكنيك تاعها حتى الواحد 25 سما غير ما دالها 1000 اورو، 20 مليون، وليد وليدك يدور بها. المهم صلوا على رسول الله ونتلاقاو في الخير ان شاء الله. السلام.